بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفصل في حسن الخلق وبيانه. وحسن الخلق يفتح القلوب وسبب نصرة الدين ونشر الإسلام. فكم اهتدى أناس لما رأوا حسن أخلاق المسلمين وأمانتهم وصدقهم وعفتهم وصبرهم وتواضعهم لله سبحانه وتعالى. فالأخلاق الجميلة يعني مفتاح للقلوب، البشاشة ولين الجانب وغير ذلك من الأخلاق الطيبة التي تفتح القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم فتحت له القلوب وفتحت به القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من أعظم أسباب فتح القلوب على يدي حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. والله أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. فلان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فلانوا له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة والغلظة وسوء الخلق من سبب يعني فشل الدعوة وفشل الداعية. والخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة وسيئة وجميلة وقبيحة، وهي قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها. فإذا ما ربيت هذه الهيئة على إيثار الفضيلة والحق وحب المعروف والرغبة في الخير، ورودت على حب الجميل وكراهية القبيح، وأصبح ذلك طبعا لها تصدر عنه الأفعال الجميلة بسهولة ودون تكلف، قيل فيه خلق حسن. والصحيح أن الأخلاق تتغير بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق التربية وعن طريق معاشرة أصحاب الأخلاق الحسنة. فالأخلاق الحسنة تكتسب، والخلق منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. يعني بعض الناس الله سبحانه وتعالى جبله مثلا على اللين والتواضع والكرم والعفة، وبعض الناس بضد ذلك. ولكن هل الأخلاق لا تتغير؟ يعني بعض الناس مثلا يقول: أنا ولدت هكذا، أنا هكذا، يصعب تغيري، هذا طبعي. نقول: لا، الأخلاق تكتسب وتتعلم. وما يعني ليس أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، إنما الصبر بالتصبر، ومن صبر صبره الله. فهي أخلاق تكتسب، ولو لم تكن الأخلاق تكتسب وتتغير بالتربية ما أتت الشريعة بالأمر بمحاسن الأخلاق وبذم مساوئ الأخلاق والنهي عنها. فالله سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا محاسن الأخلاق وأن يتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. والتواضع هذا صفة تكتسب بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق التربية والتعود الإنسان هذا الخلق على سبيل المثال للحصر. ونعتت تلك الأفعال الجميلة الصادرة عنه بدون تكلف الأخلاق الحسنة، وذلك كخلق الحياء والحلم والأناء والصبر والتحمل والكرم والشجاعة والعدل والإحسان وما إلى ذلك من الفضائل الخلقية والكمالات النفسية. فلو مثلا إنسان بخيل، هو طبعه بخيل، يحب المال وحريص عليه، طب كيف يعالج هذا الخلق؟ أولا يقرأ عن فضيلة الكرم وذم البخل، ثانيا يعاشر الكرماء، ثالثا يجاهد نفسه في بذل المال، ويفكر في العاقبة السيئة لكنز المال وبخله. وليس أسوأ من البخل، البخل خلق رذيل. فلو أن في الإنسان صفات كثيرة طيبة من شجاعة ومن صبر وتحمل وحلم وهو بخيل لذمه الناس، بخلاف الكرم. يعني الكرم خلق جميل يستر كل قبيح كما قيل. فالأخلاق لا شك بفضل الله سبحانه وتعالى تكتسب وتتعلم، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر ومخالطة أهل الفضل وأهل التربية. يقول: كما أنها إذا أهملت، يعني أهملت النفس، فلم تهذب التهذيب اللائق بها، ولم يعنى بتنمية عناصر الخير الكامنة فيها،
أو ربيت تربية سيئة حتى أصبح القبيح محبوبا لها والجميل مكروها عندها؟ يعني بعض الناس يربى تربية سيئة حتى يرى والعياذ بالله الأمر القبيح يراه حسنا ويحبه، تربى على ذلك، تربى مثلا على الخيانة، تربى على الكذب، تربى على السرقة، حتى ان بعض يعني الناس يسمي الغش يعني شطارة ونوعا من يعني الفهم، انه يغش الناس ويخدع الناس ويكتسب المال عن طريق الكذب والغش والعياذ بالله. فلو تربى تربية يعني سيئة يصبح القبيح محبوب له، وصارت الرذائل والنقائص من الأقوال والأفعال الذميمة التي تصدر عنها بالأخلاق السيئة، وذلك كالخيانة والكذب والجزع والطمع والجفاء والغلظة والفحش والبذاء وما إليها. هذه أخلاق سيئة، الخيانة، والمسلم لا يخون، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من خانك، يعني من خانك أنت لا تخنه، فإن باب أولى لا تخن من لم يخونك. والكذب، والكذب يهدي إلى الفجور كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. خلق الكذب خلق قبيح كان يتعفف عنه يعني أهل الجاهلية. يقول أبو سفيان في قصة هرقل المشهورة لولا أن يؤثروا عني كذبا لا كذبت. ولذلك من هنا نوه الإسلام بالخلق الحسن ودعا إلى تربيته في المسلمين وتنميته في نفوسهم، واعتبر العبد بفضائل نفسه، اعتبر العبد بفضائل نفسه وإسلامه بحسن خلقه. أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وأمره بمحاسن الأخلاق فقال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه والله يعني تربية عظيمة ووصية جليلة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده، أنك تدفع السيئة بالحسن. فلو أن إنسان عدو لك يقابلك بإساءة وأنت تقابله بإحسان وتدفع سيئته بحسنة، في الغالب، في الغالب أقول في الغالب أنه ينقلب من العداوة إلى المحبة، يما رأى حسن الخلق ويما رأى بشاشتك ولين جانبك وعفوك وصفحك، ها تنقلب يعني هذا إلى صداقة وإلى حب فضل الله سبحانه وتعالى. وجعل الأخلاق الفاضلة سببا تنال به الجنة العالية، فقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إيه وصفهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، خلق الكرم، ها ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، ها هذا خلق يعني لا يقدر عليه إلا الكبراء وإلا الأقوياء، لأن كثير من الناس عندما يغضب لا يستطيع أن يكذب غيظ، خاصة إذا كان أمام ضعيف. وإذا أنت إذا أردت أن تعرف فتوة الرجل وورعه ها وخوفه من الله سبحانه وتعالى اسأل من تحت يده، ها لا تسأل يعني مديره في العمل أو تسأل من ولي عليه، لكن اسأل يعني من تحت يده، ها لأن الإنسان دائما يتجمل أمام من هو أعلى منه لأنه لا يستطيع أن يفعل له شيئا. فلو أن مثلا أذاه رجل أقوى منه أو أكبر سلطانا منه لا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن انظر بقى عند غضبه على الصغار على الضعفاء ماذا يفعل. إن أثنى عليه الصغار والضعفاء ومن تحت يده من العمال مثلا وغير ذلك، تعرف أنه على ورع وعلى دين متين بإذن الله سبحانه وتعالى. والكاظمين الغيظ، يكذب غيظ، ها فقط، ها يعني إنسان غضب ماذا يفعل؟ يكذب غيظ، ليس هذا فقط، والعافين عن الناس، هذه درجة أعلى. والله يحب المحسنين، كما نقل عن بعض السلف أن جارية جرحت ابنا له فغضب فقالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حر، يعني أحسن إليها مع أنها أساءت. ها فأنت ليس فقط تكذب غيظك، ليس فقط تعفو، بل تحسن، ها وأحسن إلى من أساء إليك. وبعث رسوله، الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بإتمامه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبين صلى الله عليه وسلم فضل محاسن الأخلاق في غير
ما حديث. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقال: البر حسن الخلق. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، يعني ربما يأتي حسن الخلق أثقل من كثير من العبادات بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال: البر حسن الخلق. والبر من الكلمات الجامعة التي تجمع كل خير، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله في البر. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو أحاسنهم أخلاقا. فهذا يدل على فضيلة حسن الخلق، وأن به يكمل الإيمان. فحسن الخلق من الإيمان، ليس يعني من الإيمان أبدا أن تجد العبد يعني محافظا على الطاعات والعبادات والفرائض ثم تجدوه بعد ذلك يغش أو يكذب أو يخدع الناس أو يسرق أموال الناس أو يأكل أموال الناس بالباطل أو يماطل الناس. يعني أنت للأسف تجد نوع من الازدواجية في عند كثير من الناس، حرص مثلا على الصلاة الخمس في جماعة، وحرص على السنن الظاهرة، ثم تجد بعد ذلك غش وخداع وأكل أموال الناس بالباطل ومماطلة للخلق في أداء الحقوق. فهذا ليس من البر وليس من الإيمان، بهذا يدل على ضعف الإيمان. فيعني العبد لا يكمل إيمانه إلا بأن يحسن خلقه وإلا بأن يحسن خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أحسنكم أخلاق. فإذا أردت القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت محبته عليه الصلاة والسلام، فحسن خلقك. وسئل عن أي الأعمال أفضل فقال: حسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ها إيه بداية الحديث؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وأكثر ما يدخل الناس النار، فقال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس النار ها ماذا؟ الفم والفرج. الفم والفرج. فالعبد يبلغ بحسن خلقه، وثبت في الحديث أن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تخيل يعني حسن الخلق تبلغ بك بفضل الله سبحانه وتعالى درجة الصائم القائم، يعني هذا يصوم ويقوم وأنت بحسن خلقك ربما تفوقه عند الله سبحانه وتعالى. فهذا ترغيب عظيم في حسن الخلق، لابد أن نسعى إلى ذلك. طيب ما هو حسن الخلق؟ ما هو حسن الخلق؟ اسمع إلى آراء بعض السلف في بيان حسن الخلق. قال الحسن: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. يا سلام، كلام جميل. حسن الخلق بسط الوجه. في بعض الناس يظن أن التدين ده عبوس وتجهم وشدة وعنف. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أبش الناس عليه الصلاة والسلام، كان أرفق الناس وأرحم الناس، وقال: رفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة، وقال: ارحموا ترحموا، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكما ذكرنا الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم. فحسن الخلق كما قال الحسن بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. ها، بسط الوجه يعني تكون أنت بوجهك منبسط كده، تتبسم في وجه أخيك، والشرع حث على ذلك. تبسمك في وجه أخيك صدق، يعني تقابله بوجه بش مرحما به. وبذل الندى يعني بذل المعروف، بذل الخير، وكف الأذى، لا تؤذي الناس لا بيدك ولا بلسانك لا بكلمة ولا بعبارة ولا بإشارة ولا بلمحة ولا بنظرة، لا تؤذي أحدا. فهذا من حسن الخلق. وقال عبد الله بن مبارك: حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال. التوسعة على العيال. ها، فقال: اجتناب المحارم، أن يترك الإنسان المحرمات كلها، وطلب الحلال، يسعى في طلب الحلال ويبتعد عن الحرام، والتوسعة على العيال. هذا من محاسن الأخلاق، الإنسان يوسع على أهله على زوجته وعلى أولاده، هذا من محاسن الأخلاق. وأنت تجد للأسف بعض الناس وسع عليهم وهم يضيقون على أزواجهم وعلى أهلهم، تجد أشقى الناس بهم يعني الأهل والأولاد، ولذلك ربما يدعون عليه في الصلاة، يدعون لأبيهم في الصلاة أن الله عز وجل يأخذه ويقبضه عنده حتى يرتاح من بخله وقبض يده. والتوسع على العيال. قال آخر: حسن الخلق أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا،
يكون من الناس قريبا يعني موطئ الكنف، وكما يعني جاء في الحديث مدح الموطؤون أكناف، يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل الجنة أن قال كل قريب سهل لين، كل قريب سهل لين من أهل الجنة. فالإنسان لما يكون قريب وسهل ولين موطئ الكنف يعني يصل إليه الناس بسهولة، لا تجد مثلا فيه كبر ولا فيه يعني عجرفة وترفع وتكبر على الخلق، بل سهل لين تصل إليه. بعض الناس تجد فيه غلظة وجفاء، ويعني تجد بعض الناس يخاف أن يكلمه، يقول أنا لا أريد أن أكلم فلان، يخاف أن يكلمه، فأن يكون من الناس قريب. قال آخر حسن الخلق كف الأذى واحتمال المؤمن، يعني تتحمل أخاك تكف أذاك وتحتمله. وقال آخر حسن الخلق ألا يكون لك هم غير الله تعالى، تجمع يعني قلبك على الله. هذا كله تعريف له ببعض جزئياته، وأما تعريفه باعتبار ذاته وحقيقته فهو كما تقدم سابقا في تعريف حسن الخلق. وقالوا في علامة ذي الخلق الحسن، خد بالك بقى، أن يكون كثير الحياء قليل الأذى. شوف كثير الحياء قليل الأذى، فما قالش منعدم الأذى، لا يخلو يعني إنسان من زلة، لكن لما تعد يعني مذامه تعد سيئاته، وهذه مكرمة، يعني كل ابن آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. أن يكون كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان، كثير الصلاح يعني أعماله في الغالب صالح، صدوق اللسان قليل الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على يعني قلة الكلام. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والله إحنا لو أخذنا بهذه الأداب لاستقامت يعني كثير من أحوالنا، كثير من المشاكل تحدث بسبب عدم إمساك اللسان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، وابن عمر كما يعني جاء في الحديث أمسك بلسانه وقال يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فكثير الكلام كثير الخطأ في الغالب، يكثر كلامه يكثر خطأه تكثر عثراته. كثير من الناس يحرص ربما على كثرة الكلام أكثر من حرصه على كثرة المال، الكلام شهوة يريد أن يتكلم، وتكلم هنا تكلم هنا وفي كل موضوع يتكلم، وتجد يريد أن يظهر نفسه يعني بأنه يعرف كل شيء ويتقن كل شيء ويتكلم في كل شيء. قليل الكلام كثير العمل، نريد عمل يعني كلام ولا نرى عملا، فالله سبحانه وتعالى ذم يعني من هذا صفته، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قليل الزلل قليل الفضول، قليل الزلل يعني قليل الخطأ، قليل الفضول، الفضول يعني اللي بنسموه التطفل، احنا يعني مبقاش كده انسان فضولي يتدخل فيما لا يعنيه، يحاول ان يعرف هذا وان يعرف ذاك. حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني برا وصولا، برا وصولا يصل رحمه واهله وقورا، وقورا عليه علامات السكينه والوقار كده، مش انسان تافه يتكلم دائما في سفاسف الامور ابدا، وقورا صبورا شكورا يصبر عند الملمات وعند المحن، عنده صبر، والصبر لا يعرف إلا عند المحن عند البلايا. ومن علامات الفتوة والرجولة والإيمان أن يصبر الإنسان عند الضراء وأن يشكر عند السراء. عجب لأمر المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رضيا حليما، يعني عنده قناعة، عنده قناعة ما تجد عنده سخط. كثير من الناس، ودي آفة خصوصا في هذا العصر المادي، أن تجد كثير من الناس ما يرضى أبدا، دائما يشتكي، حتى وصي عليه وأعطي وأعطي ويشتكي من أن الضنك وإن كذا وإن كذا. رضيا حليما ليس غضوبا، وفيا عفيفا، وفيا الوفاء، وفاء للأصدقاء، وفاء للزوجة، وفاء للإخوة، وفاء للأرحام، عفيفا يتعفف عن الحرام وتعفف عن المحارم وعن الشهوات وعن العورات، يتعفف عن النظر
والخوض في المحرمات وفي الدناءات، لا لعانا ولا سبابا، صفات بقى سلبية. لا يلعن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لا لعانا ولا سبابا، لا يسب، حتى لا يسب الجمادات ولا الحيوانات. ها، انت تجد بعض الناس يعني البذاء عنده نالت حتى يعني الحيوانات والجمادات، يسب كل شيء، نسأل الله السلام والعافية. ولا نماما ولا مغتابا، والنم نقل الحديث على جهة الإفساد، يسمع من هذا فذنب لهذا فينقله له. ولا مغتابا، أن يذكر المسلم في غيبته بعيوبه. ولا عجولا ولا حقودا، لا يعجل، ما عنده طيش، ما عنده تهور، لما حليم. ولا حقودا، لا يحقد، يحقد على غيره. ولا بخيلا ولا حسودا، ليس بخيل بما أعطاه الله عز وجل. ولا يحسد. بشاشا هشاشا، يعني هش بش كده سهل قريب لين، بشاشا هشاشا، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضى في الله ويسخط لله. وهذا أيضا منهم تعريف لذي الخلق الحسن ببعض صفاته. وفي الفصول الآتية كل صفة من صفات الخلق الحسن على حدة، وباستيفاء مجموع تلك الصفات يتشخص الخلق الحسن باعتبار أجزائه، ويظهر ويتميز ذو الخلق الحسن باعتبار صفاته. يعني يأتي إن شاء الله التفاصيل في بعض الأخلاق. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.